الإنفاق الموازي تأسس كأداة داعمة للمشروع الانقلابي. المشروع الانقلابي مشروع حكم، مش ما يحدث في الشرق لم يعد في الشرق ما يجري، هي مؤسسات أفرزها مجلس النواب عند انتخابه. مع حدث من مجلس النواب من تسليم أوراق اللعبة بكاملها للمشروع الانقلابي بقيادة الانقلابي خليفة حفتر، نحن نتحدث عن آلة جهنمية تأسست في الشرق مدعومة إقليميا بغرض الوصول إلى الحكم. وتستنزف تلتهم الأموال. طبعاً هذه آلة جهنمية، هذه آلة. يعني علي حبري بلغة صريحة تحدث في التلفزيون موجود على اليوتيوب، قال أن قضية الأساسية كمحافظ لما يسمى بمصرف ليبيا المركزي الموازي، قال أن قضية دعم المؤسسة العسكرية. يعني هذا 60 مليون ذكرهم الأستاذ عبد الحميد الفضيل، 60 أو 70 مليون دينار مليار تم إنفاقها، نعم، من خلال الحكومة الموازية، كانت بالدرجة الأولى دعما للمشروع الانقلابي، دعما لآلته الجهنمية، دعما لمؤسسته العسكرية، دعما لمرتزقته. هذا الرجل لديه مرتزقة من كل أنحاء الدنيا، من تشاد إلى السودان إلى مرتزقة الفاغنر. كل هذا، هذه المؤسسات، كل هذه الآلة، من الذي سيقوم بدعمها؟ من الذي سيغذيها؟ نحن بدمائنا بأموالنا ننفق على هدم دولتنا، ننفق على تدمير دولتنا، ننفق على تدمير مستوى الحياة. هذا الدينار الذي تهاوى والذي جعل معيشة الليبيين ضنكا، من المسؤول عن ذلك؟ قضية أزمة السيولة، ارتفاع الجنوني للدينار أو للدولار الذي وصل إلى في مصرف التجارة والتنمية وصل تقريبا 15 دينار مقابل 15 دينار في 2017 تقريبا. فأنت تتحدث عن آلة جهنمية يتم الإنفاق عليها، لا للشيء، لا لخدمة وطن، بل لتدمير هذا الوطن.